تفجير بلدين يحصد عشرات القتلى بينهم وزير الأمن الصومالي وحركة الشباب المجاهدين تتبناه. مظاهرات مؤيدي موسوي في طهران حداد على قتل مواجهات الاثنين وترقب لموقف خامنئي غدا. حركة فتح غير جادة. حماس تتهم فتح بالنكوص عن اتفاق إطلاق المعتقلين وتقرر وقف حوار القاهرة مؤقتا. الحادي عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت غرينتش. قناة الجزيرة في قطر تقدم لكم حصاد اليوم، معكم لون الشبل وحسن جمو. وفي حصاد الخميس، تفجير بلدين في الصومال يقتل عشرات ويثير تساؤلات. وأزمة الانتخابات الإيرانية، احتجاجات تحت سقف الولاية. حماس وفتح نكسة بعد تفاؤل. وفي قضية الحصاد، الاستطلاعات تخالف أوباما والسبب غوانتانامو والاقتصاد. يوم دام آخر شهده الصومال غداة مقتل عشرات في مقديشو. فقد أفاد مراسل الجزيرة بأن ما لا يقل عن 50 شخصا قتلوا، بينهم وزير الأمن عمر حاشي والسفير الصومالي السابق لدى إثيوبيا عبد الكريم فارح في هجوم بسيارة مفخخة انفجرت داخل فندق في مدينة بلدوين. وأصيب في الهجوم أكثر من 100 شخص آخرين. مراسلنا عمر محمود والتفاصيل. مقتل وزير الأمن في عملية هي الأعنف من نوعها في مدينة بلدوين وسط الصومال يعتبر نكسة أخرى منيت بها الحكومة الصومالية بعد مقتل قائد الشرطة في العاصمة مقديشو في المعارك الأخيرة. أخبار غير سارة وصلت إلى القصر الرئاسي حيث كان الرئيس الصومالي شريف شيخ أحمد يعقد مؤتمرا صحفيا، فتحول المؤتمر إلى عزاء يقدمه الرئيس إلى أهل الوزير، كما كان اتهامات للفصائل المسلحة المناوئة لحكومته واصفا إياها بالمنفذة لأجندات خارجية، في إشارة إلى حركة الشباب المجاهدين التي تبنت الهجوم. شعبك الصومالي، أعزي الشعب الصومالي وذوي وزير الأمن الوطني عمر حاشي وسفيرنا عبد الكريم اللذين قتلا صباح اليوم بتفجير من الأعداء في بلدوين. هذا البلد هوجم من قبل إرهابيين لا يريدون دولة للصومال ولا علما صوماليا ولا استقرارا للبلد. نطلب من المجتمع الدولي والشعب الصومالي أن يساعدونا في التصدي لهؤلاء الإرهابيين الذين ينفذون أجندات أجنبية. أما العاصمة مقديشو فهكذا تبدو بعد يوم من مواجهات دامية حسدت أرواح عدد من المدنيين الذين سقطوا برصاص طائش في إطلاق نيران كثيف. أكثر من 40 قتيلا وعشرات الجرحى هي حصيلة المعارك الأخيرة. تساعد عدد الجرحى والقتلى يعكس شدة القصف العشوائي الذي تتهم هذه المرة قوات الاتحاد الإفريقي بالوقوف وراءه. والله أمي صوم النجا وحان في الحقيقة ندين قوات الاتحاد الإفريقي، وما قامت به لم يكن له أي مبرر. القصف طال أحياء سكنية في المدينة، ونؤكد أنهم ارتكبوا جريمة ألحقت أضرارا بالغة بالمدنيين. سكان العاصمة أصيبوا بحالة من الهلع والخوف، فبدأوا في الفرار من جحيم الحرب بحثا عن الأمن والأمان خارج مقديشو، لتبدأ بذلك رحلة معاناة جديدة. أيام دامية تعيشها العاصمة الصومالية مقديشو. القتلى كثيرون والجرحى عشرات تعج بهم المستشفيات، ولا يزال الوضع مرشحا لمزيد من المواجهات حيث يحاول كل طرف أن يتحدى خصمه بكل ما يوتي من قوة. عمر محمود، الجزيرة، مقديشو. وقد تبنت حركة الشباب المجاهدين في مقديشو التفجير في بلدوين، وتوعد علي محمد مسؤول الحركة في مقديشو بتنفيذ سلسلة من العمليات التفجيرية ضد من وصفهم بالخونة والقوات الغازية.
عمليات الله سبحانه وتعالى ما انت امه مسلمين نزف للمسلمين بشرى تجميل احد اركان اعداء الله، ووفق الله المجاهدين لاستهداف احد معاقل الاعداء، وقتل فيها بعض من قيادات الردة من بينهم اكبر العملاء لاثيوبيا وزير الامن وضباط من الجيش الاثيوبي. وقد كانت عملية استشهادية قام بها بطل من ابطال المجاهدين ونفذتها حركة الشباب المجاهدين. وينضم إلينا من لندن محمد الأمين محمد الهادي النائب في البرلمان الصومالي الانتقالي. سيد الهادي، بالأمس اغتيال قائد الشرطة واليوم وزير الأمن مع سفير سابق، ما مفاد الرسالة التي وصلت الحكومة برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا دعني أنتهز هذه الفرصة لأقدم أحر التعازي إلى المرحوم وزير الأمن عمر حاشي وصحبه الذين يعني توفوا في تفجيرات الغادرة التي قامت بها العصابة المجرمة في البلاد، الشباب المجاهدين الذين يسمون أنفسهم بالشباب المجاهدين. الشباب المجاهدين يريدون أن يرسلوا رسالة أن كل من يقف ضدهم أو يتحدث ضدهم أو يقاتلهم سيكون مصيره مثل مصير عمر حاشي، ولكن هم يظنون أنهم بفعلتهم هذه سيرهبون الحكومة ومن يدعم الحكومة من الشعب وبقية المثقفين، ولكنهم خسروا وخسروا. سنقف ضدهم على طول الطريق، سنقف ضد أجندتهم الإرهابية التي تريد أن تجعل الصومال مأوى للإرهابيين العالميين، ولا تريد أن يستقر الصومال وتكون لهم حكومة وتكون لهم مؤسسات تحكم. لا يعبؤون بمجاعة الصومال ولا يعبؤون نازحين ولا يعبؤون بالشعب، يقاتلون بدون هدف. على ذكر الحكومة ومن يدعم الحكومة سيد الهادي، هناك من يقول وأنباء تسربت حقيقة في داخل الصومال بأن الوزير كان يجتمع في هذا الفندق مع مسؤولين إثيوبيين، هل تؤكد أو تنفي لنا هذا الكلام؟ الوزير لم يكن يجتمع مع أي إثيوبي، إنما كان يجتمع مع زعماء العشائر في المنطقة، وكان وجوده في المنطقة أساساً للإصلاح بين بعض القبائل المتناحرة وأصلح بينهم، فكان هناك عرس يذهبون إليه جميعاً، جاء زعماء العشائر إليه ليذهبوا معه إلى هذا العرس، وخلال تجمعهم هناك حصل هذا التفجير. أما قولهم أنه كان يجتمع مع الإثيوبيين فهذه فرية يريدون بها أن يبرروا فعلتهم الشنيعة التي سيواجهون بها الله يوم القيامة. إنما إذا كان الوزير يريد أن يجتمع مع إثيوبيين فإنه لن يخفي ذلك، كان في إثيوبيا واجتمع مع مسؤولين إثيوبيين وجاء إلى بلده، وهذه كانت يعني زيارة دبلوماسية رجع منها إلى بلد وين ليقوم بإصلاح ذات البين بين القبائل المتناحرة، وقد أنجز تلك المهمة. لأن هؤلاء العصابة أو هذه العصابة لا تريد أن تكون هناك أي مصالحة بين القبائل حتى يستفيدوا من التوترات والمناوشات التي تحدث بين القبائل، فيدعموا قبيلة ضد قبيلة أو يتدخلوا، هذا ما يريدون، ولذلك فجروا هذا الموكب ويعني هذه الخيرة من الناس الذين حقيقة كانوا يقومون بخدمة الشعب. محمد الأمين محمد الهادي النائب في البرلمان الصومالي من لندن، شكرا جزيلا لك. ومن أسمراء معنا الجنرال جامع محمد غالب نائب رئيس تحالف إعادة تحرير الصومال جناح أسمراء. سيد غالب، هل كانت لكم مشاركة سواء في التخطيط أو في التنفيذ لهذا الاغتيال؟